أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تفاصيل إطلاق رحلة الألف كيلو تحت شعار اسبقي بخطوة في محافظات الصعيد، وذلك بهدف تمكين المرأة المصرية داخل المحافظات المستهدفة والتوعية بالصحة الإنجابية. وكشفت وزيرة التضامن نيفين القباش أن رحلة الألف كيلو تستهدف الكشف المبكر والتوعية والتدريب للرائدات الاجتماعيات على الصحة الإنجابية وطرق استخدام وسائل منع الحملة. وأوضحت القباج أن الرحلة تستهدف أيضا طرق الوقاية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم والسرطانات المختلفة مثل الثدي وعنق الرحم والرئة والقولون، بهدف تعزيز التوعية للسيدات في مختلف محافظات الصعيد في مصر.